السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة جديدة من السلسلة التكنولوجية من قناتكم قناة عصام السبكي. النهاردة هنتكلم بقى عن موبايل كده الناس مستنياه بفارغ الصبر. مستنياه، بص كل ما اكلم حد يقول لا 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 انا هروح اجيبه، لا 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 انا مستنيه، انا مش هجيب غيره، مش هجيب غيره، خلاص انا مستنيه. الموبايل هو ايه؟ نازل من شاومي، طبعا كلنا عرفنا ايه هو، البوكو اكس 3 ان اف سي. البوكو اكس 3 ان اف سي. النهاردة هنقول مواصفات الجهاز ايه، وايه تجربة الناس اللي اشتروه من بره مصر، لانه لسه ما نزلش مصر، هو هينزل على اخر الشهر خلاص، هو يعني على صفحه شاومي ايجيبت قالت ان هو كده كده يعني خلاص مرتقب انه هينزل، والمؤتمر بتاعه هينزل على اخر الشهر الجاي، على اخر الشهر ده ان شاء الله شهر 10. فهنشوف بقى ايه تجربه الناس اللي انا طبعا اتصلت بيهم وقعدت اسالهم ايه المميزات بتاعتك، ايه المميزات اللي ظهرت لك، وايه العيوب اللي ظهرت، وهل انت فعلا الموبايل ده تستناه انك تجيبه، ولا تشوف بقى الموديلات التانية اللي نزلت بقى من اوبو وريلمي وسامسونج. يعني نشوف بقى هل انت مستنيه فارغ الصبر، ولا تصرف نظر وتجيب بقى الموبايلات الايه الشركات التانية نزلت. فتابعونا ان شاء الله، هنقدم شرح لمواصفاته وميزاته وعيوبه. بس طبعا ليه طلب بسيط كده وطلب زغنون، انك لو ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لي اعجاب عشان نقدر الفيديو ده يتحرك، ولو مشاركة ولو كومنت حلو كده تعرفني ان انت فعلا استفدت ما استفدتش، وان شاء الله نستفيد ونشوف نقول نشتريه ولا ما نشتريهوش. فيلا بينا نخش على شرح البوكو اكس 3 ان اف سي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف موبايلنا الجديد الوحش البوكو اكس 3 ان اف سي، وهنشرحه كده، وهنبدأ بان هو نازل بتصميم ألمونيوم والظهر بلاستيك والشاشة اي بي اس تردد 12 120 هرتز. طبعا تعالوا نشوف بقى كده المراجعة بتاعته السريعة كده مع بعض، ويلا بقى نشوف بقى الموبايل ده ايه، وايه جماله، وايه الخلطة السحرية اللي عاملاها شاومي او في البوكو بالذات. اهلا بكم، تعالوا بقى بصوا كده. اول حاجة الموبايل جاي كده بفريم ألمونيوم، والظهر بتاعه من البوليكربونات اللي هو المتين، مع كلمة بوكو في النص كده بتلمع كده، حاجة يعني ايه ده، حاجة بص يعني أو تصميم عالمي جدا جدا جدا، يعني تصميم 10 على 10. تعالوا نشوف بقى كده، واول حاجة نبدأ بيها التصميم ده. الاول حاجة عندنا ان هو بيجي ببصمة البصمة الجانبية، البصمة الجانبية في زر الباور، منبجة بزر الباور، وطبعا بيجي بالفيس اي دي بتاعه. طبعا هنقول الناس قالت لنا ايه، هل ده حلو ولا وحش ولا ايه النظام، هنقول لكم في العيوب ولا المميزات، البصمه الجانبيه اللي هي جايه في زر الباور، ولا والبصمه اللي هي بصمه الشاشه او بصمه الوجه. طبعا هو جاي بدقه 6 و67 بوصه، طبعا جاي بمخرج سبيكر عالي جدا، صوته عالي جدا جدا جدا، وعندك جامي خامته من البلاستيك. تعال بص بقى الخامات، بقى الخامات طبعا هو خامته بلاستيك مع فريم ألمونيوم، دي حاجه كويسه جدا جدا، يعني انا بحبذ. بس هو نعم هتلاقي وزنه تقيل شويه، بس مش مهم، بس انت بتاخد خامه 10 على 10. ست البوكو معروف انها بتعيش يعني معمره. طبعا اول حاجه كده البصمه جانبيه، هي زي ما قلنا بصمه جانبيه في الشاشه، مش هتبقى بصمه جانبيه في زر الباور، مش في الشاشه زي ايه قبل كده يعني. وطبعا بصمه جانبيه بيقولوا احسن بكتير من الشاشه، بس هنشوف برضو اللي جربها قال لي كويس ولا لا. بيجي بشاحن تايب سي، بيشحن ب 33 واط، بطاريه بتاعتها بطاريه 5160 ملي امبير، وبتشحن ب 33 واط شاحن سريع، يعني تشحنه بسرعة الموبايل 10 على 10. الموبايل جاي بسمك 16.5 سنتيمتر، 7.7 العرض بتاعه 7.7 من 10، الأبعاد 9.4 من 10 مليمتر زي ما احنا شايفين في الوصف. الوزن بتاعه 215 جرام، يعني تقيل شوية بس عشان فريم ألمونيوم. جايب حجم الشاشة 6.67 بوصة برضو،
شاشه كامله، شاشه كامله فول اتش دي، جاي بطبقه الحمايه جوريلا جلاس 5، اظن يعني حاجه جميله. شاشه هي 6.67 فول اتش دي اي بي اس بمعدل 120 هرتز، وطبعا بالكثافه بتاعتها. عندك IPS اهو LCD 120 هرتز، يعني حاجه برضو مش وحشه، عاليه جدا انك تاخد حاجه كده في 120 هرتز بالسعر ده. دي خلطه، دي حاجه كده جديده جدا، يعني ما حصلتش، مش هتحصل غير في شاومي بس صراحه. طبعا احنا قلنا بيدعم الشحن السريع بقدره 33 واط، الموبايل ما بيقطعش معاك، بصوا اهو ما بيقطعش خالص معاك، بل شغال 10 على 10 اهو يا جماعه، مفيش فيه اي مشاكل. بيجي بواجهة الميو 12 على اندرويد 10، طبعا البروسيسور بتاعه 732 جي، هو بيقول لك 730 من 730 جي من 732، يعني قلبي هتحزن، الاثنين زي بعض مفيش مشكله فيه. طبعا 2.3 جيجا هرتز اللي هو الاوكت كور بتاعه، بمعمليه اداء 812، معالج رسومي ادريونو 618. بيقول لك ان الموبايل ده كويس جدا في الالعاب، ما بيسخنش، لان هم حاطين فيه مبرد كده خفيف على البروسيسور. وانا بيني وبينك كنت مجرب الشاومي في المي 9 تي، ما بيسخنش معاه 730، ما كانش 730 جي، موبايل صراحه انا كنت طحنه شغل ما كانش بيسخن. ادي برضو تاني الالعاب بتاعتك، هتلاقي العاب سلسه، وهتلاقي نفسك انت بتلعب ومش مقطع معاك، مع شاشه كويسه، ومعدلات هرتز بتاعها اساسيه. فتعالى بص، هو جاي ب 128 جيجا بايت والمساحه، و6 جيجا بايت مع امكانيه تركيب ذاكره خارجيه لحد 512، وجاي برضو ب 64 و6 جيجا بايت، يعني في عندك ذاكرتين هينزلوا مصر، يعني 128 64 على 6 جيجا بايت. وطبعا تعالى بقى بص على الكاميرات، عندي كاميرا اساسيه 64 ميجا بكسل فتحه 1.8، دي 4 دي الاساسيه. الثانيه اللي هو التصوير العريض او الالترا وايد 13 ميجا بكسل بفتحه 2.2، وطبعا حاجه كويسه مش وحشه. الكاميرتين بقى اللي هم التانيين بقى اللي هو العزل والميكرو، 2 ميجا بكسل فتحه 2.4، ده الكاميرات. وبتدعم طبعا تصوير ال 4K اللي هو 30 اطار فريم في الثانيه بجوده، وبتدعم الفول اتش دي 1080، وبتدعم الاتش دي. طيب كده دي الكاميرات اللي هي ايه ال الخلفيه، وبتدعم تصوير البانوراما كمان يا جميل، واتش دي ار. الكاميرا الاماميه بقى 20 ميجا بكسل فتحه 2.2، وطبعا بتدعم ال 4K، وفيها الثبات الالكتروني للتصوير لو انت هتصور حاجه وحبيت تصور حاجه فيها ثبات الكتروني. طبعا البطاريه 5160 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع 33 واط، حاجه كده يعني، حاجه كده بقى ايه، وصفه كده، خلطه كده شاومي عاملاها بتقول الناس يا جماعه اهو 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 تعالوا، خلطه دي خلطه ايه، خلطه سحريه كده. طبعا الموبايل قلنا ان هو جاي من فريم الومنيوم بلو كربونات، بس حاجه متينه صح صح صح. البوكو اكس 3 NFC. NFC ده مش ده 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 حاجه كده، برنامج دلوقتي بعد كورونا واللي حصل في كورونا، الدفع بقى طريق الالكتروني والدفع عن طريق الموبايل، ففي كلمه ال NFC، فكل الموبايلات فيها ال NFC يعني، بس هم حطوه كده NFC عشان يعني NFC عشان يدلعوا كده، زي يقول لك ايه البوكو بوكو مش عارف ايه بوكو مدلع. طبعا هو هنا بيقارن بين البوكو اكس 2 والاكس 3. طبعا السعر بتاعه هيبقى متواجد في مصر النسخه ال 128 6 جيجا بايت، ممكن يخسر في حدود 5300 جنيه. النسخه اللي هي ال 64 وال 6 جيجا بايت ممكن توصل في حدود 4800 4700 بكتير قوي يعني. والنسختين ان شاء الله هيعلنوا عنه على اخر شهر 10 في مصر، هينزل نازل مصر. الموبايل دوت بجد 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 خلطته كده روعه روعه روعه، واداؤه عالي جدا جدا جدا. احنا يعني نتمنى كده، احنا نتمنى بقى ان احنا نكون يعني شرحنا الجهاز سريعا كده، وقلنا كل حاجه فيه، صح بيدعم كمان، خلي بالكم ملحوظ انه بيدعم مخرج السماعه 3.5 من الاسفل الموبايل.
مواصفاته، جهاز الصراحة مواصفات جميلة جدا كويسة، شاشة بيقدم شاشة كويسة، بيقدم معالج، بيقدم كاميرات، رامات، يعني الموبايل خلطته حلوة كده، معمول خلطة جميلة. طب نشوف بقى ايه، نخش على مميزاته. طبعا اي حاجة لها مميزات وعيوب، نخش على مميزاته وبعد كده نشوف برضو عيوبه ونشوف هنقرر بقى نشتريه ولا مش هنشتريه. هنشوف بقى مميزاته، بقى مميزاته بقى يعني اكتر، يعني اكتر من عيوبه بجد. اول حاجة بيدعم الانفرا او الاي ار، ده الخاصة بالتحكم بالاجهزة الكهربائية، تلفزيون، ريسيفر، ثلاجة، غسالة، فدي حاجة كويسة جدا، دي يعني حاجة جميلة جدا في شاومي، وصراحة ثابتة مكانتها. يعني الحاجة التانية ان هو مقاوم لرذاذ الماء، مقاوم لرذاذ الماء بشهادة الاي بي 53. الحاجة التالتة اللي هو الخامات بتاعته جاي من بلاستيك واطار الومنيوم، طبعا مش يعني ناس تقول لك اصل هو ممكن تدفع السعر دي في ازاز، بس انا شايف ان الخامات البلاستيك احسن، ويعني ظهره بوليكربونات بس حاجه متينه متينه، وفريم الالومنيوم ده حاجه 10 على 10، انا بشوف كده ان هو حاجه 10 على 10. الشاشه اي بي اس تردد 120 هرتز، دي حاجه عاليه بيديها لك في سعر في حاجه زي كده وسعرها، يبقى دي حاجه كويسه جدا جدا جدا. برضو الكاميرات بتدي اداء عالي عالي عالي، لان يعني انت عندك مستشعر سوني اللي موجود فيه، حاجة كويسة جدا جدا جدا، وتصوير 10 على 10. بيدعم الميكروفون السنوي الخاص بالعزل والضوضاء، ده انت لو بتصور فيديوهات او بتعمل حاجات على اليوتيوب، فده جميل جدا المخرج بتاعه. طبعا السبيكر فيه عندك 2، واحد اسفل الجهاز وده خاص بالصوت والصوت، والتاني السبيكر اللي هو اللي في اعلى الجهاز، يعني صوته كمان وصوت السماعة كمان جميلة جدا جدا جدا، عالية عالية عالية. هو نعم بتحس فيه اهتزاز بس صوته كان ستوريو. البلوتوث من الاصدار الاحدث 5.1، بدعم خاصية الـ A2TPLE، طبعا ده هيقعد معاك، ده اللي موجود في الـ S20 Ultra، يعني ده الجهاز ده ممكن يقعد معاك كده بمميزاته كده، ممكن يقعد معاك سنتين مستريح. السماعات الخارجية بتدعم صوت ستيريو وصوتها عالي ونقي جدا. البطارية ساعتها كبيرة قوي 5160، ممكن تعملها باور بانك وبتعيش معاك اليوم واليوم واليوم مستريح جدا. بيدعم الشحن السريع 33 واط، حاجة يعني عالية عالية عالية. المعالج قلنا ان هو سناب دراجون 32 جي من المعالجات المحترمة جدا، وعلى منصة المنصات قال لك ان اداؤه كويس جدا في الالعاب والبرامج والجيمز، ويقعد يشتغل معاك وما بيسخنش، لانه حاطين فيه مبرد كمان، دي حاجة جديدة انهم حاطين مبرد، في شركات تانية ما بتعملش الموضوع ده خالص. فسامسونج مش ولا سامسونج ولا ريمي ولا اوبو، لا ده هم في شاومي عاملين له مبرد. فالموبايل كده مميزاته قوي. تعالوا بقى نشوف عيوبه بقى. ايه العيوب بقى؟ اولا ما فيش حساس التعرف على الوجه في الفيس اي دي، يعني انت لو انت بالليل كده والدنيا ضلمه وحبيت تعمل فيس اي دي ما عملتش البصمه بتاعتك اللي في زرار الباور، مش هيفتح معاك وهيبقى صعب جدا عليك، فدي حاجه يعني يدي ده عيب من الناس اللي هي اشتكت لي منه. عشان تفعل عن طريق الكاميرا فده هيبقى حاجه صعبه جدا عليك وبالليل بالذات. طيب البصمه اللي في الجانبيه دي ناس كتير قالت لك لا، يعني بالسريعه وبتعلق وصغيره، ولو واحد صباعه كبير ما بي يعني بيبقى صعب عليه قوي. برضو قالوا لي ان ممكن البصمه اللي هي كانت في الشاشه كانت كويسه بالنسبه لاجهزه معجزه كانت سريعه في شاومي، قال لك لو في ايدك مثلا فيها ميه او فيها شويه تراب او شويه حاجه او ده ما بقدرش تفتح الجهاز بالبصمه، وده كان معيوب اللي هي اتقالت لي عليه. قال لي صوته عالي جدا وانت بتعمل، فبتسمع في اهتزاز كده في المايك في السماعه من تحت كده، صوته يعني تالت حاجه الصوت بتاعه عالي جدا، فبتسمع اهتزاز كده بس حاجه مش قوي يعني. الكاميرات بتاعته قلنا انها كويسه جدا بس عيبها انها بارزه من ورا، بص البروز بتاعها، فلازم تجيب لها جراب، لازم تجيب لها جراب، وعشان لو وجراب يحميها عشان ايه، وطبعا موجود الجرابات اللي هي بتبقى ايه فيها عليها حمايه عشان لو ممكن لو اتكسرت ولا حاجه ممكن تنخدش منك او تتكسر لا قدر الله. ده كانت العيوب، ما فيهوش اكتر من كده. غير كده كمان في عيب برضه خطير، نازل بنظام اتصالات جوجل اللي هو ما فيهوش تسجيل مكالمات، وفي ناس بتحب موضوع تسجيل المكالمات ده وبتقول لك بهواه يعني، وفي ناس بتقول لك لا ملوش لازمه، بس هو ما فيهوش تسجيل مكالمات للاسف.
برضه العيب اللي تعب الناس، اللي برضه مش عارف شاوم مش عايز تعمله ليه، مش عايز حلو ليه، يا خطين يا خط وكارت ميموري. يعني انا شايف ان 128 مساحه بقت صغيره دلوقتي، الدنيا بتكبر والبرامج بتكبر وتحديثاتها بتكبر، ف 128 ده يعني مساحه صغيره مش كبير. فانت ممكن زي ما تعملش ليه زي شركه مثلا سامسونج او ريلمي عامله عامله خطين وكارت ميموري. الرامات بقى 6 جيجا رام. هو نعم الواجهه خفيفه، واجهه الميو خفيفه ولذيذه وكده وجميله، بس في مشكله برضو هنا. يعني انت ما تعملش 8 جيجا رام ليه؟ ما انت عامل جهاز حلو وخلطته حلو، ما تعمل كمان 8 جيجا رام، ايه المشكله يعني؟ عامل 6 جيجا. دي برضو من العيوب اللي هي ايه؟ مواجهه للناس. بس الواجهه الواجهه الميو 12 خفيفه 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 على اندرويد 10، فتحس ان انت برضو مش يعني انا كان معايا المي 9 تي ما كنتش بحس ان انا يعني بعد الالعاب وبعد التطبيقات وبعد كل ما افتح بياخد 3 جيجا من 6، فبرضو مش قوي. بس برضو كنا نتمنى انها يبقى ايه، تبقى 8 جيجا رام، ما فرقتش الاثنين. طبعا ده كانت المميزات والعيوب اللي احنا شفناها وبسرعه كده، وقلنا الجهاز ايه. هو الجهاز صراحه يعني كمميزاته حلوة، وعيوبه مش قد كده، مش برضو مش كده العيوب اللي كده ايه، لا التدبح كده، لا ده العيوب بتاعته بسيطة. فده الجهاز وده مواصفاته ودي حاجته. فيعني هنا شايفين اداءه، الظهر بتاعه طبعا هو قال لك برضو من ضمن العيوب اللي الناس مش عاوزاها، بتقول لك اصل بولو كربوناته بتبصم، لو كان ازاز في الفئه دي كانت تبقى كويسه جدا وتبقى حاجه كويسه، بس انا شايف انها مش قوي يعني، ما نمسكش فيها. البصمه برضو مش برضو بنقول البصمه بالسريعه برضو يعني. الموبايل مجمل عيوبه مش كتيره قوي، وميزاته كويسه. لا الموبايل تستحق انك تشتريه وبجداره 10 على 10. بعد ما شفنا مواصفاته وميزاته عيوب البوكو الاكس 3، هل تستحق تشتريه ولا لا؟ انا بقول لك اه تشتريه، وانا ان شاء الله يعني انا بقول لك اهو عن تجربه ان انا شويه كده وهجيب الموبايل ده، لان فعلا ما يتفوتش. سلسله البوكو ثابته نفسها من اول ما نزلت 2018 الاف 1 ولحد دلوقتي الناس بتجري عليه وبتدور عليه لانه خاماته وهو يعني موبايل 10 على 10. الموبايل ده هيعملوا عليه مؤتمر ان شاء الله، هيعلنوا عنه، ممكن ما يعملوش مؤتمر، ممكن يعلنوا عنه يوم 25 او 26 10 اللي احنا فيه ده ان شاء الله، يعني على الاسبوع الجاي بكتير قوي هيبقى هينزل النسخه ال 128 ال 6 جيجا رام. ده الكلام ده اللي وصل لي يعني، ده من قلب الشركه اللي وصل لي انه هيبقى سعره كام؟ 5500 هينزل بالهديه بتاعته، ممكن يوصل ل 5300 5200 5000، يعني هو في الرينج بيلعب من 5 ل 5500، من 5000 ل 5500 ده الرينج بتاعه، وده نازل ان شاء الله اخر الشهر، وده هتبقى ضربه قتله لشركات تانية كتيره. يا رب يكون عجبكم الفيديو. طبعا مش هقول لكم بقى تشتركوا، يعني لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا زرار الجرس واعمل لي اعجاب عشان نكبر الفيديو دوت. ولو في لو انا كومنت تقول لي انفع اشتغل انفع في موضوع سياسه التكنولوجيا ان احنا نشوف الموبايلات ونحاول نحللها ونحاول نشرحها ونحاول نكون مراجعين، ولا انا فشلت وقول لي فشلت لا ما تكملش في السلسله دي، عرفني برضو يعني، انا عايزك تعرفني تمام. وانا هسيب لكم برضو في الديسكريبشن او في الشرح تحت كنت عامل مقارنه بين الريلمي 7 برو وبين السامسونج الام 51 والبوكو اكس 3، وبرضه هسيب لكم برضه رابط فيديو تاني كنت عامل فيديو شرح كده للام 51 تجربتي معاه. انا جبت السامسونج الام 51 ومميزاته ايه وعيوبه ايه وتجربه. نعم هو فيديو كبير بس انا كان شارح فيه ايه كل حاجه باختصار عن الموبايل ده، وانت بقى في النهايه قرر بقى نفسك تشتري ايه براحتك، عاوز تشتري ريلمي اوبو سامسونج شاومي، انت راحت انت حسب ذوقك يعني ايه ذوقك انت بقى وانت عاوز تجيب ايه. اتمنى ما اكونش طولت عليكم ونشوفكم في حلقه جديده من قناتكم قناه عصام السكر.